مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في القراءة العامة. هالقراءة رح نتناول فيها عدة جوانب مختلفة وننهيها بالقراءة العاطفية العامة. المرحلة، خلينا نبتدي بهذا الكرس. المرحلة المتعبة اللي تستهلك منك الكثير من الطاقة سابقا، وصلنا فيها لشهر 6، كان عندك أمور قاعدة بالعكس تستنزف منك طاقة ووقت واهتمام، ولكن ما تعطيك الكثير من المردود. شيء في بزنسك، شيء في دراستك يمكن حتى، أو في وظيفتك، كانت تتطلب منك الكثير من المجهود. هاي الأوقات الصعبة انتهت مع شهر، مع دخول شهر 7 عليك. شنو اللي نتوقعه خلال هذا الشهر؟ في مكان عملك، في حياتك العملية، راح يمسكونك منصب جديد، مهمة جديدة، شيء انت لم يسبق لك القيام به. يخلونك رئيس على مجموعة ويعطونكم مهمة شوي فيها ابتكار، فيها مخاطرة، وايضا فيها سفر، لان وراء كرت العالم. اشوف يا برج السرطان في هذه المهمة لازم تظهر جانبك القيادي، لازم جانب السيطرة، جانب القيادة، جانب الريادة في هاي المشروع، لأن هذا المشروع أو المهمة القادمة في طريقك هي اللي كأنما تكون حجر الأساس لنجاحاتك العملية القادمة، لإثبات نفسك سواء في مشروعك الخاص أو حتى أمام رؤسائك في العمل. هني يتطلبون منك فكرة العالم أن يشوفون ألوانك الحقيقية أو معدنك، كيف أنت راح تريهم روح العمل الجماعي، وأيضا في نفس الوقت يبون يشوفون منك الروح القيادية. فأحرص أن تعكس عليهم أو تعكس لهم هذا الجانب، يشوفون منك الجانب القيادي، الجانب المسؤول. بما أن عندنا هذا الشخص المشاغب دائما يكون غير مسؤول، فأنت أظهر جانب المسؤولية، حس المسؤولية، حس المبادرة. لا تنتظر، لا تقول في الفترة القادمة ما أقدر، لأن الأوقات الصعبة الحمد لله انتهت من حياتك. إنزين، ولا تتعامل مع الموضوع على أساس أنه مجرد مهمة مؤقتة، لا، هذه المهمة هني راح تفتح أمامك الكثير من الأبواب. شوف، تفتح لك العالم، عندك كرت العالم، الكثير من الأبواب، وإن كانت هذه مهمة بسيطة، الكثير من الأبواب، الفرص، الناس يشوفونك أنه برج السرطان نقدر نمسك مشروع أكبر في الفترة القادمة، نقدر نعتمد عليه أكثر، يستاهل منه أكثر. كل هاي الأبواب تنفتح من وراء هذا المشروع البسيط اللي مسكونك هي أول تجربة، مجرد يضعونك تحت الاختبار في شهر 7. إذن خلينا نشوف جانب الأموال. عندنا ثلاث الخماسيات توها، هذا طبعا ثلاث الخماسيات من أكثر الكروت اللي تكرر في قراءة شهر 7 لجميع الأبراج، يعني إن طاقة مشتركة. يعني لهذا الكرت بالنسبة لوضعك المالي إن الأموال إن شاء الله راح تبتدي، ما أقول لك تتدفق، هذا الكرت عبارة عن الحركة، تبتدي تتحرك الأموال في حياتك. حركتها تكون انسيابية أكثر، بما معناه إذا في كانت عليك ديون، في أمور متعسرة بخصوص الأموال، في أشياء تقلقك، راح تتحرك تتسهل خلال هذا الكرت. إذا استثمرت ولو جزء بسيط من أموالك خلال هذا الشهر، المردود راح يكون سريع، بسرعة ترجع لك الأموال خلال هذا الشهر. يمكن أنت وضعت أموالك، جمتها أو وضعتها في خزينة، وضعتها في استثمار صغير، الأرباح راح تبتدي تدخل عندك في حسابك من هذا الشهر. عندنا كرت العاشقين وراء، هني برج السرطان على طول أول ما يبتدي يحصل على المكافأة أو المبلغ المالي، على طول يأخذ الأموال ويصرفها إما على من يحب، وأكثر الاحتمال يصرفها على نفسه، يأخذها ويستمتع فيها، يصرفها. أشوفها هني على الأمور الشكلية، على شكله، على السيارة، على قصة شعر جديدة، على ملابس جديدة، تحسين الشكل، كأنما أنت تحس أنك فعلا يا برج السرطان مقبل على مرحلة جديدة، مستوى أعلى في الحياة العملية. قاعد هني تقول أريد أن يكون مظهري يتناسب مع النجاح اللي أنا مقبل عليه. عندك إحساس رقم 6 هو الحدس، عندك إحساس أنك مقبل على شيء كبير، ما هذا إلا فقط البداية. هذه الأموال البسيطة اللي توها ابتدت تدخل جيبك،
أو تظهر نفسها في حياتك تلوح بالأفق توها البداية، لأن وراء كرت العاشقين عندما تظهر بالمظهر المناسب أو تشعر بالثقة المناسبة راح يكون عندك 10 الخماسيات بالضبط مثل اللي أنت فكرته وتفكيرك صحيح. هذا المبلغ البسيط ما هو إلا بداية قطرات المطر، بعدين يأتينا السيل والتدفق في الأموال الكثيرة. 10 الخماسيات، الأموال تأتيك من كل جانب. طبعا لما أقول الأموال تأتيك من كل جانب ويطلعون ناس في الكومنتات يقولون والله قلتي بترينا أموال ولحين ما صار عندنا أي أموال. الأموال تأتي مع السعي، الأموال تأتي لشخص من الصباح إلى الليل يعمل ويجتهد ويكد ويسعى، ما تأتي وتسقط في حضن. هاي الطاقة متوفرة ينتظرها السعي، ما تسقط في حضن شخص لا يبارح مكانه طول اليوم. أنا هني قاعد أكلم برج سرطان مشغول ما بين مشروعه ما بين الدراسة ما بين الوظيفة، مشغول قاعد يتحرك. الرسالة لهذا السرطان، الرسالة مو للسرطان اللي قاعد في البيت ينتظر أن أحد يدق عليه الباب ويقول له تفضل هذه حفنة من الأموال خذها واستمتع فيها. لا، الطاقة متوفرة ينقصها العمل ينقصها السعي. الكثير من الأموال تنجح، ولكن مو قلت لك هنا يا برج السرطان ان اكثر من باب يفتح لك، نجاح سريع وبعدها تصل الى الرقم الاعلى في التارو. 10 الخماسيات، الأموال بسرعة. يعني مثلا اذا انت راتبك 300 دولار بالشهر، على طول يتضاعف تصل الى مستوى سريع واعلى الى 3000 مثلا دولار بالشهر خلال فترة بسيطة، فترة انتقالية. انت هني يا برج السرطان في مرحلة انتقالية في الحياة العملية، من موظف بسيط موظف درجة عادية الى موظف صاحب منصب مشرف مسؤول او حتى مدير مشاريع. اشوف ان هذه المناصب اللي راح تمسكها في الفترة القادمة. وبرج السرطان طبعا مستانس ويحرص ان شكله يعرض ويعكس هذه النجاحات. خلنا نشوف جانب الدراسة. عندك ملك الأرض، وراها السيفين، وآخر شيء كرت البرج هنا. برج السرطان اللي يدرس أو اللي مقبل على دراسة جديدة راح يكون عندك اختيار صعب هني، كأنما نوع الاختيار في الدراسة يقول لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شوف، راح يكون عندك تضارب في معارف شنو تختار. شنو السبب؟ في شيء أنت تحبه، شيء أنت مقرر من زمان أنك راح تتخصص فيه وتدرسه وتعمل فيه. قايل لي هني برج السرطان راح أدرس مثلا محاسبة وأعمل في قسم المحاسبة أو المالية، ولكن اللي يصير أن الفرصة تأتيك في مجال ثاني. انت تحب مجال، تأتيك فرصة العمل في مجال جدا خلينا نقول بعيد مختلف. اذا انت دارس مثلا تعليم يأتيك شيء ما لخص في التعليم، فرصة الابتعاث، فرصة حتى الدراسات العليا وفرصة العمل اللي ستليها الدراسة راح تجيك في تخصص مختلف. فاشوف هني برج السرطان كأنما صاير عنده مو عارف شنو يختار. هل اختار اللي التخصص اللي احبه ولكن ما اعرف هذا التخصص اللي احبه هل بكره راح يكون عليه طلب في سوق العمل، هل راح انجح فيه، هل راح يكون سهل، هل راح الاقي فيه صعوبات، او اختار التخصص اللي اعرف ان انا شخصيا مبدع فيه بشكل فطري وبشكل طبيعي ايضا وسريع راح احصل فيه على العمل. هني عندك قرار كبير لتصنعه. قرارك في الدراسة راح يؤثر على حياتك بعدين وين تروح. ما في قرار ممكن تقرره خاطئ. لما تتبع حدسك تتبع قلبك من الداخل شنو يقول لك، هل تختار اللي تحب او تختار اللي انت يعني ما كنت مفكر فيه هذا التخصص او حاط له اولوية ولكن هو قاعد يطلبك. هو قاعدين هاي الأشخاص يقولوا لك هذا التخصص مطلوب، هذا التخصص بكرة تلاقي فيه فرص عمل، هذا التخصص بالعكس إحنا راح ندعمك كشركة كمؤسسة كوزارة إذا درسته. برج السرطان يعاني من هذه المعضلة خلال الفترة القادمة. ممكن يكون مو فقط بخصوص التخصص، بخصوص شيء أصغر مثل مادة واحدة في الدراسة.
برج السرطان بخصوص الهجرة، عندك ملكة الأكواب، طلع لك كارت النجمة ولكن مقلوبة. لو طلع بشكل مستقيم أثناء الخلط كان قلت لك هو تحقيق الأمنية، وورا ملكة الأكواب الكوب الصغير. برج السرطان في أشخاص المسؤولين عن قبول واعتماد أوراقك للهجرة قاعدين في الفترة القادمة يحاولون أن يعقدون ويطولون عليك الموضوع، يؤخرون. وإن كنت هني أشوفك مستحق لتحصل على الهجرة أو توافقون عليها، ولكن هذا في شخص هني نحيس، أحس طاقته نحيس وحاط باله وبالك أنت بالذات متصيد لك وقاعد يأخر ويعسر عليك الإجراءات. كل ما تحدث أوراقك، تحدث بياناتك وتقدمها مرة ثانية، دائما يوجد خطب جديد أو مشكلة جديدة في أوراق طلبك. هذا الشخص دائما يقول لك أوراقك مو كافية، أو أنت ما استوفيت كل المعايير، أو إحنا صار عندنا معايير جديدة. هذا الكرت بما أنه مقلوب في النهاية راح يعتدل، ولكن مسألة متى، مسألة هني توقيت، متى هذا الشخص ينشغل بغيرك أو ينشغل، أو أنت فعلا يكون عندك النفس الطويل أن تظل تلاحق حلمك مع وجود هذا الشخص اللي يحاول يعسر عليك أوراق الهجرة. إذن خلينا نشوف جانب الصحة. عندنا الإمبراطورة، العاشقين، وملكة السيوف. عزيزي برج السرطان، في أمور أنت تحسس منها، أمور أنت تعرف إذا أكلتها أو سويتها راح تكون عندك ردة فعل شوي عنيفة من ناحية الحساسية، من ناحية حتى البرد، تأتيك نزلات برد. ولكن هاي الأمور أشوفك مثلا أن أنت تشرب مشروبات باردة، أن أنت درجة حرارة الغرفة تكون جدا باردة أو جدا حتى حارة، العكس. هاي الأمور أنت تحب تسويها ولكن تمرضك في الفترة القادمة. صحتك مهمة، أو العمود الفقري من أجل نجاحاتك العملية، ترى محتاجها، أنت اللي محتاج لصحتك وبأمس الحاجة لها أن تكون في أوج قوتك عشان تتابع كل الأمور اللي محتاج تنجزها خلال هاي الفترة. فأحرص أن أنت شوي تبتعد عن الأمور اللي تحبها، مثل الآيس كريم أو مثل المشروبات الغازية، مثل whatever الشيء اللي أنت تحسس منه حتى لو كنت تحبه وتحب تاكله، ابتعد عنه. حاسب أن أنت ما تصيدك حساسية أو ردة فعل. في ناس مثلا يتحسسون من الفول السوداني أو حتى منتجات الألبان اللي تحبها هني ويسبب لك الحساسية، ابتعد عنها. الجانب القانوني يا برج السرطان، عندنا ثمان الأغصان. إذا عندك شيء في المحكمة، خصوصا في المحكمة المستعجلة، القضية راح تمشي بسرعة والحكم راح يصدر أيضا جدا سريع لصالحك أنت، لصالحك، لصالح الشخص اللي بيده عنصر الماء وهو أنت، فارس الأكواب عندنا هني. ولكن اللي قاعدة أشوف أن في ناس راح يقعون ضحية، مو ضحيتك أنت، الحكم لصالحك أنت مثلا أمامك خصم، هذا الخصم هو راح يخسر. ما نتكلم إحنا عن الخصم، نتكلم عن أيضا طرف ثالث من جانب الخصم راح يقعون ضحية. مثلا إذا عندك محكمة بخصوص حضانة الأطفال، الأطفال هم اللي راح يكونون الضحية. إذا عندك محكمة ضد أحد من إخوانك أو أحد من الأهل، فمثلا أحد الوالدين أو حتى أحد الأزواج، الأبناء، هو اللي راح يكون ضحية، طرف ثالث، مو طرف مباشر، مو هو خصمك في المحكمة. ولكن هني كأنما شوي مطلوب منك تعاطف. بقول لك ليش تتعاطف، لأن هذا الشخص اللي قاعد أنت تتخاصم معاه في المحكمة يستاهل هذا الحكم اللي يطلع ضده. ولكن هؤلاء الأشخاص رحمة أو رأفة بهم، كل شيء تسويه بدافع الرأفة والعطف والشفقة إلا ما يرجع لك. وإذا كلفك أموال، وإذا كلفك وقت، وإذا كلفك جهد، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. إذا إحنا أخذنا بعض صفاته
إلا ما تأتينا نتائج إيجابية مضاعفة. سو شيء وقطة بحر، سو شيء خلى من صوب الله، لأن أشوف هني في ناس مساكين هم اللي راح يتأذون. مثلا حتى ممكن يكون في طريقة تأجير عقار، أنت أجرت عقارك لشخص وهذا الشخص راح أجر العقار لشخص ثاني، فأنت حين تريد أن تخرج من العقد، فالشخص اللي استأجر هذا العقار هو اللي راح يكون ضحية. يمكن أن استثمر كثيرا فيه، أسسه من البداية، جهزه، وضع فيه واستثمر الكثير من الأموال. احذر أن مهما كان النطق بالحكم، وحتى لو الحكم كان لصالحك، أن أنت شوي تراعي الأطراف الخارجية في الفترة القادمة. نروح حق القراءة العاطفية. برج السرطان هالمرة القراءة العاطفية راح أسويها بغزل الشعر. هذا هو الغزل اللي طلع. إنزين، هذا هو الغزل 66. القراءة العاطفية المفصلة راح تكون بعدين إن شاء الله خلال شهر يوليو. فمهما كان وضعكم، متزوجين، عزاب، أو حتى منفصلين، خذوا هاي القراءة واعكسوها بما يناسب وضعكم مع الشريك. نبتدي، راح أقرأ الأبيات وبعدين أفسرها على وضعكم مع الشريك. يقول لك: حينما صور الله حاجبك الجميل وأبدعه، عقد تيسير أمري على نظراتك وغمزاتك. في شيء بينك وبين الشريك، إذا عندك شريك يا برج السرطان، أو إذا ما عندك لحد الآن، في شيء بينك وبين هذا الشريك، بينك وبين هذا الشخص اللي أنت تنتظره وتتوقع قدومه، كأنما هذا الشيء يعتمد اجتماعكم مع بعض مو عليك أو عليه حتى، هو مو على رغبتك وعلى رغبته، لا، يعتمد على في عقدة، في شيء احتمال يخص الأموال، شيء يخص الوظيفة، شيء يخص موافقة الأهل، شيء يخص مثلا موافقة، يكون في تصريح للعيش في دولة أخرى، في شيء، في عقدة هني لحد الآن بينكم ما انفكت، وهي سبب البعد اللي بينك وبينه. موافقة لحد الآن ما حصلت عليها. إنزين، هي السبب الأساسي. وقد أجلسني الزمان مع سرو الخميلة في طريقك، منذ أن عقد لك من القصب المذهب حزاما لعباءتك. هذا الشخص وإن كان لا يقترب منك كثيرا في هاي الفترة، بسبب أنه مو قادر يصارحك، مو قادر يعطيك كلمة أكيدة بخصوص علاقتكم، ولكن ترى هو جالس ينتظر مثلك أنت، هو جالس ينتظر، وأي أحد يأتي في الطريق كأنما من كثر الضجر والملل ترى يقص عليه قصتكم، يعني يقعد مع الناس يتكلم، ما عنده، لأنه ما بيده حيلة غير الكلام. في عقدة، ممكن تكون عقدة سحر، ممكن تكون عقدة موافقة أهل، أي نوع من العقد، عقدة لا هي بيدك يا برج السرطان، ولا هي حتى بيد الشريك، من أجل اجتماعكم. انزين، فهني في أحد عقد لك من القصب المذهب حزاما لعباءتك. ما أدري يا برج السرطان، هل في أحد أنت تقدم لك وقبلت الخطوبة؟ هل أهلك يريدون أنك أنت ترتبط بشخص ثاني؟ لأن هذا الشخص قدم لك شيء مذهب، شخص ثاني، طرف ثالث، قدم لك عرض عمل، قدم لك شيء عشان يبعدك فيه عن الشريك. خلينا نشوف، أو ممكن أن هذا الشيء ما صار ولكن رح يصير في المستقبل. وحينما عقد القلب عزمه على أن يكون تحت أقدام هواك، فتح أريج الورد الكثيرة من أمورنا المنغلقة كلفائف البراهم. إنزين، هذا الشخص فعلا أنت يمكن تشوف أفعاله أنه ما قاعد يتحرك، ما قاعد يسوي المستحيل عشان يكون معك، ولكن قلبا إيمانا أوردي عقد قلبه على أنه يريد أن يكون معك. أفعال ما راح تلاقي منه أفعال، هو كذي لحد الآن في عقدة بينكم، أفعال ما راح ما في، ما أشوف هني في أي بوادر للأفعال، ولكن قلبا، إيمان اللي في القلب، اعتقاد اللي في القلب لحد الآن مربوط عليك أنت، موجه نحوك أنت يا برج السرطان. فتح أريج الورد الكثير من أمورنا المنغلقة كلفائف البراهم. أموره، مو قلت لك يقعد مع الآخرين ويقص عليهم قصتكم،
يمكن أموره خفية عنك أنت، ولكن في يقعد في مجلس، يقعد في مجموعة الأصدقاء، مجموعة الناس اللي يثق فيهم، ويقعد يشكو لهم، يشكو لهم البعد، يشكو لهم عدم قدرتكم على الالتقاء في المنتصف. وجعلتني دورة الفلك راضيا بأغلالك وقيودك وما عملي، وقد جعلت أطراف الحبال معقودة على رضاك. هو بعد حاس بهاي العقدة، ولكن الشخص اللي تتعامل معه استوعب وجود هاي العقدة، واستوعب الحقيقة اللي تقول ان لا بيدك انت ولا بيده هو ان تفكونها. عقدة اللقاء هني، عقدة ان تقدرون تكونون مع بعض، واستسلم من زمان، يعني الحين عايش بسلام ان هاي العقدة موجودة، ينتظر فقط ان تنفك. يقول لك فلا تعقد عقدة كالنا فجت المغلقة على قلبي المسكين، فقد عقد القلب عهده مع طرتك الحلالة للعقد. لحد الآن عند الكثير من الأمل، وايد كلمة عقدة تكررت في هاي الفال مالكم. عند أمل طويل، عند أمل طويل، مهما تشربكت مثل الطرة، مثل الشعر شلون إذا تشربك مع بعض، يشوف أن لحد الآن في أصعب المواقف، ولو مريتوا بالأسوأ يشوف أنه بعد عنده أمل أنه في النهاية راح يكون في طريق بينك وبينه، أو راح يكون في سبيل حل في النهاية. ويا نسيم الوصال، لقد أحييتني بنسماتك، فانظر إلى خطأك وقد فقد القلب أمله في وفائك. هو أيضا كأن عنده نوع من لوم النفس، زين، يعرف أنه في شيء يمنع لقاكم أو وجودكم مع بعض، ولكن عنده بعد لوم النفس. لا تنسى أن هني قلت لك أنه عنده إيمان في القلب، ولكن ما قاعد يتصرف، ما قاعد يقوم بمبادرات، يلوم نفسه أيضا على عدم قيامه بأي مبادرات أو محاولات، خلينا نقول. ولقد قلت للحبيب لا بد أن أذهب عن هذه البلدة بسبب جورك ويدك الغاشمة. لما أنت تقول له أو تظهر أنك راح تصد عنه، تبتعد عنه، تستسلم، خلاص بعد ما تفكر بالعلاقة، ما تفكر بالرجوع، يقول لك فهو يجيب مبتسما اذهب يا حافظ، إن كنت تستطيع فإن أقدامك ترسف في القيود المحكمة. هذا شخص كله يعتمد على الإيمان اللي بالقلب، إيمانه بقلبه يقول أنا لك وإنت لي، وإن كنا الحين حاليا ما نقدر نكون مع بعض، وإن كنت أنا الحين حاليا أضعف من أني أقوم بمبادرات أو أحارب من أجلك. حتى لما أنت تريد هني أن تصد عنه أو تبتعد، يقول لك روح، شنو راح تسوي؟ كأنما عنده إيمان أن أنتوا في النهاية راح تكونون مع بعض، أو أنتوا توأم روح، توأم شعلة، مهما كان التعبير اللي تريد أن تستخدمه. عنده إيمان في النهاية في بينكم لقاء أو اجتماع. عزيزي برج السرطان، هذه كانت قراءتكم.